تقنية الهياكل الحديدية الجاهزة خفيفة الوزن LGS، وهي عبارة عن هياكل حديدية تشبه الفولاذ في صنعها، حيث يتم استبدال الإطارات الخشبية بقطع فولاذية رقيقة. وكما هو الحال في عملية البناء بإطارات خشبية، يتم تشكيل الإطار بمادة صلبة أولاً، ومن ثم يتم تغطيتها من جميع الجوانب بأغطية جافة لتشكل جداراً داعماً، ثم يتم توصيلها بمسامير ذاتية التركيب. في هذه التقنية تتم عملية البناء على مرحلتين. المرحلة الأولى تنفذ في المصنع. في هذه المرحلة يتم تشكيل الهياكل الحديدية على درجات حرارة منخفضة باستخدام آلات خاصة. بعد صنع القطع يتم نقلها إلى موقع البناء لتبدأ المرحلة الثانية. تجمع القطع لتشكل هياكل جدارية وأسقف، وبعدها يتم التركيب وتثبيت الأسلاك والتمديدات، وتغطى بألواح الإسمنت أو غيرها، ثم يتم ملء الجدران بالخرسانة الخلوية. تقنية LGS تتميز بدقة تصنيعها وقوة تحملها، وأنها تقلل من تكلفة الأساسات وتساعد على توفير موقع بناء آمن ونظيف. والأهم أنها سريعة وفعالة في البناء وسهلة التركيب، كما يمكن استخدامها في الجدران الفاصلة، الجدران الداعمة، الأسقف والبلاطات، الفواصل الداخلية، نظام البناء المتكرر. أصبحت مؤخراً مستخدمة ضمن مشاريع البناء في المملكة. نبني الوطن برؤية تسابق الزمن.